عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ يعني كلشي مزيان. انا دابا فهاديك البلاصه اللي كنت جيت لها شحال هذا العقلتو حنا ومريم الدار المسوكي. شوفوا تبارك الله شرعه هذو البنات، راه تبارك الله كلشي جاي ليها، راه تبارك عامره باينه البنات، مهد الصحن باينه عامره. ريهام شنو مالكي؟ ريهام لعاب، فين هما اللعاب؟ يلا سير يا بنت سير. ريهام بنتي تلعبي؟ واخا بنتي دابا ندير بنتي اللعاب. تبارك الله شحال عامر البلاصه. سيري يلا سيري، عاجي دوري من هنا. بنات رجع بلاصتكم مزيان، بنات رجع بلاصتكم. البنات درتو عجوز والدراري درتو سبعه، يعني جوج جوج تاع هذول. يلا بغيتكم تصفقوا لي غير على ريو سبونغا، ما تصفقوا عليا.
مكرونات احنا جينا صراحه والله ما سخيت، مكرونات نبقاو جالسين زعما تما، ولكن راجلي طلعت ليه شي خدمه شي حاجه فركه يو صافي ولينا جينا. صراحة الجو زوين والحال بارد وتبارك الله الدنيا عامرة. ريهام كانت باقا بتلعب ميدومات، ماشي مشكل مرة اخرى ان شاء الله. ما صورت لكم، ما بقيت صورت لكم حتى شي حاجة، صورت لكم هكايا شي لقطات خفاف حتى الصراحة ما جلسناش بزاف، جلسنا تقريبا هكاك شي ساعة ونص هكاك، ولكن ما كرهتش والله العظيم زعما بقات ما حتى شي 3 السوايع ماشي مشكل. بنات كنتمنى منكم تقترحوا عليا افكار اش ندير ليه من مقلب لراجلي، مقاليب، واش تبغوا تشوفوا روتينات، اش تبغوا تشوفوا عندي في القناه. كنتمنى تعطيوني اقتراحاتكم لتحت في لي كومونتير، وما تنساوش البنات تشجعوني بلي جيم ديالكم وتخليوا لي اراكم في التعاليق، وما تنساوش البنات بارطاج الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن. وشكرا بزاف البنات على اللوك بوك، تبارك الله كان فيديو طالع على الفيديوهات الاخرين، الناس عجبهم. كنوعدكم ان ان شاء الله غادي ندير لكم لوك بوك ديال قفاطر ان شاء الله في القريب العاجل، غادي ندير لكم قبل العيد. ودابا نخليكم تفرجوا في واحد البسبوسات كيجيو رائعين البنات، مقادير بسبوسه فرديه. غادي نحتاج فيها واحد جوج بيضات، واحد ياغورت هكا ديال الفانيلا هو اللي عبره فيه الزيت، ونفس العبار درت به سنيده، وجوج كيسان نيت بهذا القياس ديال الكاس تاع دانون درت به السميده الرقيقه، هاد الخماره حمراء، خماره حمراء وخماره سميتو فانيلا، وواحد الكاس تاع الزيت نيت صافي. ودابا غنخلطهم، كناخذ البيض هو الاول، كنضيفو ليه سنيده والفاني بطبيعه الحال، وكنطربو مزيان البنات. ما تنساوش الملحه راني درتها انا ومشى ليا المقطع، دابا كنضيف داك الياغورت ديال الفاني صافي، كنبقى نخلط مزيان. انا راه كنحذف داك التخلاط اللي كيكون كتير في المونتاج باش كيجي الفيديو طويل. ودابا نفس الكاس عبرت به الزيت طفته، وصافي كنخلطو مزيان حتى يندمجوا العناصر. ودابا كنبدا كنضيف داك السميده الرقيقه ديالي بشوي بشوي، وانا كنضيف وانا كنخلط عرفتي البنات. هاد البسبوسه راه كيجيو بنان. انا هنايا ما عنديش الكوك، هي باش ما في الاخر غتشوفوا انني ما ذوقتهمش بالكوك، درت لهم اللوز ايفيلي. دابا الخماره هي الاخيره، صافي هنا دهنت، خديت هادو هاد الليمون الصغار دهنتهم بالزبده ودرت لهم السميده نيت الرقيقه كما كتشوفوا، دابا عمرتهم وغندخلهم للفران ادغيا كيطيبوا البنات. دابا كنسوق فيهم داك اللوز ايفيلي كما كتشوفوا فيه شويه الكحوله تخلط ليه شويه بالكاكاو. ودابا السيرو، بالنسبه للسيرو درت فيه كاس تاع الليمون وكاس تاع سنيده وخليته هكا تغلى شويه. ودابا بديت كنسقي في هذوك البسبوسات من بعد ما طابوا، شتي ما دغيا كيطيبوا. قلت لكم دوك الكحوله اللي كتبان لكم في هذاك اللوز ايفيلي راه هي ديال الكاكاو. يلا البنات نخليكم تهلاو في ريوتكم، نتمنى يعجبكم.